قال عشر رضاعات، كانت المحرمة هي عشر رضاعات، ثم نسخ برضعة واحدة. النسخ منسوخ موجود في القرآن وفي السنة، إذن فكاين نسخ منسوخ في قضية المتعة، لكن آخر خبر فيها أنها لا تحل أبدا وأنها محرمة إلى يوم، ما نستناش من بعد التحليل. الذي وقع للشيعة في هذا خلاف مع أهل السنة، فقالوا إن المتعة جائزة، وبعد الشباب الآن أصبحوا يقرأوا كل شيء، وأصبحوا يقرأوا هنا وهنا وهنا، وبعض المرات يشوفوا بعض الأشياء فتعجبهم هذه عند الشيعة، ويقولوا هذه علاش ما ناخذوش بها، الشباب ماشي متزوج يمشي هذا يتزوج مع واحد المرأة مدة ديال سنتين ثلاث سنين مثلا، طالب مع طالبة جاوا يقرأوا بزوج، هي جاية من دارهم وهو جاي من دارو كذا، باش ما يبقاوش كذا غادي يمشي يدير عليها عقد، عارف العقد فوق غادي يبدا في السنة الأولى يكمل في السنة الرابعة كيعلن النتيجة كلها يقبل الطريق ديالو، ونديروا المتعة أحسن من اللي نديروا الفساد. بعض الشباب يقولوا هذا الكلام، هذا لا يجوز، هذا من أسوأ ما عند الشيعة، من أقبح ما عنده. علاش؟ أولا لأن هذا يناقض أصلا، لأن الأصل عندهم أن المتعة، أن الحديث الذي يرويه أحد رجل من أهل البيت عندهم هو الذي يصح، فهم غالبا لا يعتمدون أحاديث كثير من صح. واش تتصور الشيعي غادي ياخذ حديث اللي فيه مثلا أبو بكر الصديق ثانوي، عندهم خلاف معه، عندهم خلاف مع عمر بن الخطاب، ها عندهم خلاف مع عائشة، هذو كلهم غاديش يرووا منهم. أنت عندك علاش تاخذ بالفقه الشيعي؟ انت عندك شيء مطعن في ابي بكر؟ تتهم ابو بكر؟ علاش ترد حديثه؟ باي دليل غادي ترد انت حديث عمر بن الخطاب؟ باي حجه غادي ترد انت حديث عائشه؟ علاش؟ هم لهم موقف من هؤلاء، وهي مواقف، اي مواقف سياسيه هي التي املت عليهم المواقف الفقهيه. هذه مواقف سياسية، معنى ما يبغوش علي أبو بكر، ما يبغوش عمر، ما يبغوش عائشة، ما يبغوش مجموعة من الصحابة، جعلهم ما يبغيوهمش وما يبغيو أحاديثهم، وهذا تأثر به الفقه ديالهم، فجاء فقههم على هذه الطريقة. ما انتظروش منهم بأنهم غادي يرووا لنا حديث فيه. إذا أنت خليت حديث مثلا ديال عائشة، إذا أنت رفضت حديث عائشة أو عملت بنقض هذا الحديث ديال عائشة بحال الشيعة، معنى أنك حتى أنت عندك موقف من عائشة. ها اذا رفضت حديث قلت شيء على ما كل شيء هذا راه فيه عائشه، اذا تركت حديث عائشه شحال خصك تترك؟ تترك 2000 حديث، لان حديث عائشه من المكثرين وروت اكثر من 2000 حديث. دور على نقصد هذا دور في الحديث ديال الفقه ديال المسلمين، شحال تبر من الحديث من الفقه اللي مأسس على حديث عائشه؟ شحال؟ كثير. اذا كل شيء خصك تقلعو انت، والحديث ديال عمر خصك كل شيء تقلعو، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، يا كنت عارف الحديث ديال عمر، هذاك ديال عمر، عمر ما غاديش يديه، ما تفاهموش معاه، قلع عليك من هذا الشيء، قلع عليك هذا، قلع عليك هذا، قلع عليك هذا، اذا في التالي تكون التقيت معهم في النتيجه وانت ما تفهمش معهم في المبدا، المبدا وهو اننا لا نتهم الصحابه ولا نزعم انهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم غيروا او بدلوا. الاشياء التي وقعت بينهم او الاشياء التي شجرت بينهم نحن لسنا مسؤولين عنها، وهذه لا تطعن في دينهم ولا تطعن في عدالتهم، فهم مشرفون معظمون ولهم حرمتهم ومكانتهم بحكم القران الكريم الذي شهد لهم شهاده عظيمه جدا صحابه كلهم. ابو بكر شهد له القران، واش غتقول انت الشهاده؟ ثاني اثنين اذ هما في الغريبه، ما كانش ابو بكر، شكون اللي كانت؟ كنت انت تما؟ اذا ما بغيتش ابو بكر الصديق، انت عندك كاين بعضهم، كاين بعضهم اللي معروف الى الناس يروون في تاريخنا بعض الاساطير وبعض الحكايات الغريبه، ان رجل ذهب مثلا فيسال الناس قال اسالكم بحق ابي بكر كذا او بحق عمر، فقال احدهم تعالى، هذه كاين قصه ربما لم تصح بهذا الشكل، فاخذه الى بيته وقطع لسانه، قال لانك سالت بحق عمر ابي بكر صديق، وكان يكرهه، كان رافضيا يكره ابا بكر. هذه مساله، شوف هذه المسائل ما ندخلش فيها، وهذه ضلالات، خصنا واضحين في هذا الشيء. الشيعه لهم مواقفهم ولهم اشياء مهمه الان بالنسبه للوقت الحاضر، لكن بالنسبه للموقف العقدي ان الموقف الصحيح هو موقف اهل السنه والجماعه. ما يجيش واحد غادي يقلب لنا مخنا وغادي يبقى يقرا واحد الورقه ليس من اهل العلم، يقرا ورقه ولا شي حاجه ديال 10 ديال الصفحات ويجمع شي مسائل بحال هكا شي محفوظات ويجي يبقى يقلب بها العباد الله يرحمه. والذين يدخلون في هذا المدخل في الحقيقه يريدون ان ينسفوا الاسلام من الاصل. كي تقلع الصحابه غتقلع الحديث، تقلع السنه، تقلع القران، غتقلع اشياء. وهذه مغامره خطيره جدا.
ولنبتكم إليها مرات متعددة. إذن فالشيعة لهم فقههم، ومن هذا الفقه أنهم يقولون بالمتعة، والمتعة حجة عليهم لأن حديث المتعة مروي عن علي بن أبي طالب فهم مضطرون إليه. ثم ما معنى المتعة؟ المتعة هي عبارة عن زنا مقنع، زنا مقنع. رجل في فندق، له فندق، فيأتيه الرجل وتأتيه المرأة فيقول زوجنيها، فيزوجها. حتى قالوا في كتاب الله، في كتاب المجرد في فقه الجعفري فيه هذه العبارة، ويجوز بالمرة والمرتين، بالمرة وبالمرتين وبتمثال من السكر. بمعنى أن الرجل يمكنه أن يتزوج امرأة زواج متعة بالمرة، يقولها إنني أتزوجك على أساس اتصال واحد، ويحدد الصدق على ذلك الأساس، ويكون في الفندق. أشي الفرق بينه بنزين؟ شو لما واحد يمشي فاسق يمشي يزني في فندق، ها نقول زنا شي بغي، هذيك نفس هذيك العمل يقوم بواحد اخر ويشهد مول الفندق يقول له انا نتزوجها من الغدا. ايوا من بعد غدا شكون اللي غادي يدير لها الاستبراء، وشكون اللي غادي يدير كذا، وشكون، وثم ما يتزوج هذا الولد شكون هو، شكون نتايا، وشكون با، وفين نعرفه، وشكون اللي غادي يتكلف. هذا تحلل، ولذلك سماه بعض الفقهاء المعاصرين قالوا ان 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 المتعة هي الزنا المقنع، زنا مقنع. ما السبب اعجبتهم هذه، اعجبتهم هذه القضية لكي يصبحوا ان المتعة محرمة الى يوم القيامة. وضحك باش نصدي من هذا.